مندوبا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كرم رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي الفائزين في الدورة الثامنة لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2016. So we're proud to help support the Queen Rania National Entrepreneurship Competition. It's part of our long-standing relationship with Oasis 500 and support for the entrepreneurs in Jordan, the young entrepreneurs in particular. Over the last year, Oasis has been able to hold 4 national boot camps, and in this boot camp have 31 teams compete with the top projects, then winning financial assistance to be able to bring their projects into reality. هؤلاء الأفكار ركزت على تحديات بتواجه مجتمعنا، تحدي التكنولوجيا النظيفة وخدمة المدن، وتحدي البرمجيات، وتحدي الدعم المالي. طبعا من هؤلاء الفرق اليوم كان عندنا 33 فريق تأهل للمرحلة النهائية، تقريبا المشاركين جميعهم خضعوا تحت مخيم تدريبي كامل من خلال للتعرف كيف تحويل هذه الأفكار اللي تقدموا إليها لإنشاء شركات ناجحة. كما وشارك في الدورة الثامنة للجائزة 265 فريق بواقع 485 مشارك ومشاركة، اتأهل منهم 33 فريق للنهائيات بعد أن تنافسوا على الجائزة. المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة ركزت الجامعة على موضوع ريادة الأعمال، فبدأت ببرامج حيث تم استحداث برنامج ماجستير ريادة الأعمال أول من نوعه في المملكة، وأيضا برنامج دكتوراه في علم الحاسوب تم استحداثه العام الماضي، وتم طرح مساق ريادة أعمال لجميع طلاب الجامعة. أيضا الجامعة تمت بإنشاء مركز الملكة رانيا للريادة عام 2004 ليخدم الجامعات والمؤسسات الأردنية. أنا دكتور علاء خليفة من الجامعة الألمانية الأردنية. ابتدأنا مشروع اسمه تيليتيرا، الهدف منه ربط المرضى في المستشفيات في المناطق البعيدة مع المستشفيات الرئيسة في عمان والمستشفيات الرئيسة في المملكة بشكل عام لتسهيل التواصل وتطوير الخدمة الصحية الطبية في الأردن. من الجدير بالذكر أن مركز الملكة رانيا للريادة أنشئ في تشرين الأول لعام 2004، حيث تتمثل مهمة المركز في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير مجموعة من الخدمات في تنمية الريادة وتسويق التكنولوجيا. ويستهدف المركز في عمان طلبة الجامعات والباحثين والمخترعين وأصحاب المبادرة الشخصية من أجل تعزيز وبناء قدراتهم الشخصية.